هو مسلسل خطف القاصرات للزواج تابع. جاء دور فاطمة قرحاني في عكار، طفلة 11 اختطفها شاب من بلدة فنيدق من منزل والديها بهدف الزواج منها بحسب ما أفاد والدها. أنعوا عملوا اتفاقية بينه وبين خالته، أخذوها يجوا بالليل الساعة 9، أخذوها وظلوا رايحين على فنيدق. اختفاء، فتبليغ من الأهل، فشريط للفتاة تؤكد فيه هروبها بكامل إرادتها. أنا خوف من جاي للرحوم، أنا اللي عادوني على التلفزيون أني أنا الطفل اللي اختفت. أنا عمري 13 سنة، المسؤول اللي اختفت تلفون أبن خوفتي. أنا سرقت التلفون من ماما واتصلت فيه وقلت له ينزل اللي اختفنا. أنا أحب أني أقولك لنتين البابا أن حاجي بحضرنا من بعد الحلم، أنا مستحيل أرجع وأنا رح أقضي حياتي مع زوجي. بعد رسالتك على يوتيوب لأول مرة بالإعلام فاطمة، مساء الخير فاطمة. أهلا فاطمة، شفناك باليوتيوب كنت عم بتقول رسالة لوالدك، واليوم أنت معي مشان أفهم منك شو صار وشو الأسباب اللي بتخلي طفلة إنها تروح خطيفة مع شاب هو ابن خالتك بتقولي إنك حبيتيه. فاطمة، أول شيء ليه زعلانة؟ ماني زعلانة ولا شوي. منك زعلانة إنك بعيدة عن أهلك؟ لا، بكفينك مع حبيبي وبس. بكفيك تكوني مع حبيبك وبس. قد ايه عمرك فاطمه؟ 13 سنه وخمسة شهور. بس اخراج لقيت فاطمه محطوط انت من مواليد 29/8/2002، 11 سنه ونص. لا، عمري 13 سنه وخمسة شهور. انا خلقيني بايب. ايه باب 29 اب 2002، يعني اذا بنعدهم مزبوط بيطلعوا 11 سنه ونص. مش رح اختلف معك، عم بقول لك اخراج لقيت شو بيقول فاطمه، مش رح اختلف معك على فرق سنه. قلتي لي انت اليوم مع حبيبك، شو اللي خليكي تهربي من منزل اهلك؟ يعني كان لي اسباب الخاصه. شو اسباب طفله عمرها 11 سنه تهرب من بيت اهلها؟ خليني افهم معك اكثر. كان البابا يضغط علي كثير، هو مرت بي. يضغط بشو؟ انه ما كان يقول لي الا ما بدي اعطيك الا لابن اخته. يعني انت عم تقولي بيك كان بده يجوزك؟ لابن اخته. لابن اخته؟ انت هيك عم بتقولي؟ امتى تجوزتي حدا كمان ابن خالتك انت تجوزتيه؟ بس لاني انا بحبه. شو يعني حب لبنت عمرها 11 سنه؟ من ايمتى عم بتحبيه؟ الي شي 7 شهور 8 شهور انا وياه بنحب بعضنا. شو يعني بتحبوا بعض؟ بحبه بسبب حنيته وطيبة قلبه، وانا ربياني عنده. انا بحب ايمن وبس. بتحبيه يمكن كابن خالتك؟ لا، بحبه كزوج. بتعرفي شو يعني زواج؟ اكيد. شو يعني زواج؟ ايمن عم تقول حبيبه، مساء الخير ايمن. شو اللي لفتك بطفل صغير عمره 10 سنين؟ انت عمرك 21 سنه، انت شاب راشد. شو اللي عجبك بطفلة عمرها 10 سنين 11 سنين لما حبتك مثل ما عم تقول هي بنت خالتك؟ أول شيء أنا ما بيهمني عمرها يعني بالضبط، بيهمني أنا إنه تكون هي واعية وهي منا طفلة، هي واعية وناضجة وقادرة إنه تفتح بيت، تكون مرت زلمة كزوج وتأدي مسؤوليات. أنا بعيوني أنا ما يا أيمن طفلة عمرها 11 سنة بتقول ناضجة وقادرة تفتح بيت، مستحيل. يعني ما في طفلة عمرها 11 سنة بالعالم كله بتكون مهيئة إن كان جسدياً أو نفسياً إنها تكون زوجة تتجوز بهالعمر. لو ما كانت مهيئة، هي بالنهاية نقلت من بيت أهلها لبيت أهلها، يعني أنا بيني فيني ربيها أنا عائدي. شو بدك تربيها عائدك؟ كيف يعني بدك تربيها عائدك؟ بأسسها عندي بالبيت، كيف تعمل مسؤوليات جوزها، كيف تعمل الأكل مثلاً، اجا جوزها من الشغل كيف بتستقبله، بتتهيأ له بكل شيء من جميع الانواع الزوجيه. قبل ما نقشك بهالنقاط، انت حكيت مع بيا، قلت له لبيا انه حاببها لفاطمه وعندك نيه تتجوزها، حكيت اول شيء مع البي بهالموضوع؟ ايش اكيد. شو قال لك بيا؟ حكينا فيها، كان رضيان. شهرين بلشت الامور لورا أسوأ. البي بيقول انه انت فتحته بالموضوع، ولكن هو قال لك خليها تكبر تنضج تصير راشده تخلص علمها، ولكل حادث الحديث بعدين. قال لك هيك؟ مزبوط. قال لك هيك؟ هو قال لي هيك، بس وصلت لفتره انه يعني خنقني انا اياها،
وصلت لفترة أنه اثنين بيحبوا بعضهم ولمدة 45 يوم ما يشوفوا بعضهم، وحتى أنه التليفون ما في مراسلة. بس لنكون متفقين أنا وياك من الأول، جوز خالتك يعني والدها لفاطمة معه حق، لما قال لك حكما معه حق، لما قال لك دور لما تكبر وتنضج وبتاخدوا بعض عن حب معه حق. معه حق، بس عم قال لك أنه وصلت فترة أنه صارت ظروف عائلية بالبيت، يعني مشاكل، يمكن هو حدا حكي معه أو شيء، يمكن غير رأيه بطل يعطي. هو بالاساس قال لك انطور، بالاساس ما بده يجوز بنته بعمر 11 سنه. لا بلا يعني بلا بده يجوز بنته، بده يجوزها عمر 11 سنه، لانه هو قال هيك ورجع غير رايه، فرايه هو اللي خلاه يوصل يعني لمواصيل مثل هي. انا بالنهايه انا ماني حابب اوصل لهيدي المواصيل، انه انا كنت حابب اول شيء اتوظف اسس اعمل بيت، وبعدين انه البنت كمان بتكبر شوي بتوعى اكثر من هيك، بس هو يعني وصل يعني لها. عم بتقول انه منا واعية كيف يعني، بتقول بتكبر بتصير اوعى من هيك، وانت منك مؤسس حالك بعد، بعدك بحاجة لوظيفة. مزبوط. نعم، ليه ما انطرت شوي ونطرت شوي، كبرت انت اسست حالك اكتر، صرت ماكن اكتر، وتتاخدوا بعض عن حب ويكون في نضوج، ليه؟ هي انضغطت بالبيت وانا ما فيني اشوفها مثلا عم تنضغط، لانه بالنهاية ده حب، وكل واحد منا حب وبيعرف مشاعر الحب شو هي. قلتي بالرسالة اللي واجهتيها على يوتيوب، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بتقولي فاطمة انه انت اجتك الفكرة وانت قلتي له خلينا نروح خطيفة. مزبوط، قلت له تعا خطفنا لان كان وقت المناسب. قلتي له تعا خطفنا وقت المناسب، كيف يعني وقت مناسب؟ وقت البابا ما كان بالبيت، له ولا خيل كبير ولا خيل اصغر، ما كان فيه الا الماما، والماما كانت نايمة هي واخواتها، ونزل خطفنا. بس كان عم بقول قبل شوي ايمن ما كان في تواصل بينك وبينه وقت الماما قطع التليفونات، قلت لي قبل شوي، كيف تواصلتي معه؟ سرقت تليفون الماما مني ودقيت له. تليفون والدتك او مرت بيك؟ والدتك. سرقت تليفون امك وتلفنتي له، لما تلفنت لك ايمن شو قالت لك؟ قالت لي انا ما بقى فيني اتحمل هذه، يا تاخذني او هذه ما انا عايشه مع اهلي، انا بدي اعيش معك بحب ورضا على الحلوه والمره. لما رحت خطفتها من بيتها قالت لك تاخذني تاخطفني، القانون بيقول هيدا تم اختطاف قاصر، يعني هيدي جنحه بتتحول لجنايه ويحاسب عليها القانون. ما فكرت انه انت ممكن تكون في تداعيات قانونيه عليك؟ لا ما فكرت؟ لا. ما كنت بتعرف ام كنت تعرف انه ممكن تلاحق؟ بس قلت انه انا اذا مثلا فكرت بهذا الشيء يمكن انحرم منه، فقلت لا انا هي المناسبه اكثر، يعني عندي اياها يعني بكل شيء، هي لقيتها انه هي كلمتها يعني بتجرح القلب من جوا، ففضلت جيبها احسن ما اعيش كل حياتي وانا عم ولول. يعني خطفتها على اي نيه؟ على نية الزواج. قلت مشان تتزوج، هل الشيخ ممكن يجوزكم؟ أول شيء عمره 11 سنة، ثاني شيء إنه بدها تتجوز وما في موافقة ولي أمره، كيف أخذتها على أساس بدكم تتجوزوا وما في موافقة ولي أمره؟ نحن عنا بتقاليدنا يعني أكثر من يوم ويومين بتنتهي الشغلة، بيجيبوا الشيخ بيكون الموافقة من أبوها ورقة، ما ضروري يجي أبوها، مثلا بيبعت خالة للبنت أو شيء، موافقة منه. هي تقاليد نحن عنا بالضيعة. خلينا نفهم أكثر التقاليد، يعني بهاليومين شو بيكون صار؟ يعني بيجيبوا مثلا الطيبين الخيرين بيبعتون لعند أبوها، مثلا بيحكوا معه أنه مثلا لا ترفع دعوة، مثلا هي بتضل أنه أنت عم ترفع دعوة على بنتك من هي هلأ بس عليك أنت عم بدي يرفع دعوة، أنت اللي خطفت بنته. أنا اللي خطفت بنته. إيه بس هلأ بنته يعني إذا بتحبه للشاب ما رح ترجع له، يعني بالنهاية الدعوة عم ترفع على بنته. بس على أي أساس بنته. أنت رحت معه مشان تتجوزوا وانت عارف الشيخ مش ممكن يجوزكم اذا ما في موافقة ولي امره؟ ما انا قلت انه يومين ثلاثة وبتنحل. بس انا بدي افهم، قلت لي بتقاليدنا بعد يومين حكما الشيخ بده يجوز، ليه؟ عذرا على السؤال، انتم اليوم صرتوا متزوجين، ولكن بهاليومين صار في علاقة بينك وبين فاطمة، حطيتوا اهلها تحت امر الواقع انه صار في علاقة مع فاطمة وحكما لازم تتجوز؟ لحظة اذا بتريد استاذ. نعم حضرتك والده لأي وجه لي الأسئلة الشرعية لإلي أنا. رح وصلك، ما بدي أحكي أنا شرعا اليوم، حضرتك لا عفوا حضرتك أفوان محمود أفوان صلاح الدين والده لأي إذا بتريد من فضلك. نعم.
انا معك بكل القضايا وجيت لعندك انا عبر منبرك وضح الصوره. انا اليوم استاذ فيني احكي طبعا. اول شيء محمود اول شيء بدي اشكرك بدي اشكر ثقتك وشكرا على حضورك الليله بقدر جدا حضورك واسمح لي اليوم ناقشك انا وياك كاثنين راشدين ونحكي بكل الامور أوكي. اللي اعترضت اسالها على اثنين انا جاي لهون يعني اعترضت لانه وضح الصوره مش لعتمه اكيد عبر منبرك لو وضحها مش لعتمه وانا بشكرك بس ليه اعترضت على السؤال اللي سالته اياه لايمن هذا السؤال لا يسال لاولاد يعني صحيح لا لا لك من ولد هذا هو 18 من ولد راشد نعم. اما بامر القضايا الشرعيه او القانونيه ما عنده اطلاع قدي انا نحن بتعرف القانون المدني تحت 18 كله قاصر نعم بما يعني كل بنت بتتزوج تحت 18 معناتها حرام زواجها ما هيك نحن بننتمي لشرع اسلامي على الدين الحنيف مسلمين عنا بشرعنا بالتسعة وما فوق برضا ابوها تزوج برضا ابوها برضا ابوها تزوج ما بدي ناقش موضوع شرع اليوم بدي احكي من الشق الاجتماعي والانساني بشكل اساسي كلام ما راح احكي موضوع أنا الشرع عم بين انا لك البنود سؤالي نعم لما ابنك خطف هالطفله من منزل اهلها نعم هالطفله من منزل اهلها لا تقول طفله لحظه اذا بتريد لا تقول قاصر لا تقول طفله لانه هي راشده وعارفه حالها شو عم تشتغل راشده نعم لا راشده ما انا راشده هون ما في لك شغله ما في راشد اذا بتريد معي خليك معي شوي قاصر نعم اوكي قاصر نعم تحت 18 كله قاصر نعم اما الطفله لا نحن ما نخطي فيه اطفال هذا شكله قد صوته صورته تلفت فيها طفله بدها حليب لا طفله واعي واحبت ابن خالتها ورادت تعيش معه حياتها بشرعة حقوق الإنسان الطفل لعمر 18 سنة نعم هو طفل نعم نعم هذا نحن قلنا لك تحت 18 كوثر بس طفل لا طفل ابن 17 طفل طفل قبل 18 طفل أنت برأيك هيك مش برأي شرعة حقوق الإنسان لا لا شو بدي من حقوق الإنسان الطفل. أنا عندي دين بنتمي لإله لحظة نعم. إذا تريد أنا عندي دين الشرع أنا عندي فتوى دور الفتوى عندي مفتي جمهورية هو بيعطيني هذه الفتوى وانا شرعية. عندي ايضا جواب من دار الفتوى بجيبك عليه بعدين اوكي نحن هذا بصدد هذا السؤال حقيقي هو بيرد عليه دار الفتوى نحن بشرعنا فوق التسعة تزوج على سنه الله ورسوله بس برضا ابوها في نحن فرق اخذناها بدون رضا ابوها انت ما قلت له لابنك لما بده يتجوز قاصر طفله قاصر ما قلت له لابنك انه يا بابا انطور شوي خليها تكبر خليها تتعلم نحن مش سبب إذا بدك نحن مش سبب بس أنت ما قلت له هيك لأبنه نعم. قلت له تروى قلت له يا أبي قلت له تروى يعني قلت له يا أبي قلت له يا بابا أنا بدي وصفك قبل بيومين كنت عم بعمل له وراء بدي أقدمه على وظيفة بالدولة ومتريس الأمور أنا لأنه أنا ميني ولد صغير أنا عارف حالي شو عم بعمل وهي من العب على جيبي يعني بنت خالته وأنا ما بدي أجرح عديلي لأني عديلي كتير بحبه وبحترمه وبقدره ما بجرحه أنا لكن الظروف أساءت ودتنا لهون طيب وصلنا لهون شو بنعمل لما خطفها شو كان موقفك موقفي كان كتير صعب شو قلت خلينا نرد على بيت ابني فصل الخط بوشي فصل الخط بوشي ما عاد يستجيب مني لا اي مراسله على اساس انه ضبه تحت الليل ورد لابوه ستره بستره مشان ما نوصل لنتائج وخيمه لانه انا بدي طلعها من عنده بعرس طبيعي بشرف وكرامه يعني برضاه فما قدرت اتواصل بابني لتاني يوم من عشية لحتى فتح الخط وقدر يدرس له وشو كان صار بهالفترة؟ اجتماعيا شو كان صار؟ شو بدك من اللي صار؟ صير اللي بده يصير في شغلة شو صار؟ لا شو اللي صار وقال ضمن العادات والتقاليد؟ ها انا عم نورك عن شيء، نحن من الطبيعي من المألوف كأهل الريف وعكرين أي بنت بتطلع بروت بيتي بروت بيت أهلي وبتروح بسبب يعني بهدف الزواج في شغلة بهدف الزواج بتغيب يوم او تاني وبتصير تاني يوم فنحن عيب علينا وعشرفنا رد لاهله لانه ممكن تحدث جريمه وراء هذا الموضوع. البنت قالت لي يا عمي انا اول ما شفته لابني اول كلمه قلت له يا ابي ليش عملت هيك؟ قام هي عرضتنا قلت لي وقف يا عمي ما بتحكي معه ولا كلمه، انا اللي طلبته وانا اللي جيت معه ما الك معه شيء، اذا بدك منه شيء انا عنه. بس انت بهالتكة احسن ما تكون متورط بجريمة لا لا خطف ميني قاسم. انا ميني متورط لا. انا جاي لعندك وميني متورط لا بس كنت فيك ترد دغري عن بيت اهلك لا كان مرق يومين ها ما عمل لك انا عم توصل معه كان مرق يومين هلا بتقاليدنا نحن بيعرفني ما بقوت حلوين رده ليش بدت كل الاصابع بدت تشير عليها بالاتهام هيدي كذا وهيدي كذا انا بقضي على مستقبل البنت وهي اول زهرته سؤال يقولوا عنا يشار عليها بالاصبع
انها راحت انهار من بيت اهلها، قام يشار عليها بالاصبع انه قاصر، طفله قاصر تزوجت بعمر وهي لنا مهيئه لا نفسيا وجسديا ولا نعم ولا, نعم ولا نعم نفسيا ولا شيء. لحظه اذا بتريد، لحظه اذا بتريد، تفضل. البنت عمرها اكثر من 11، شو بدي من رجل؟ انا بعرف ان الدوله والحكومه بتعترف على المكتوب، هلا على المكتوب بتعترف. يوم اذا بنتك اجى شاب قال لك بدي اخذ بنتك عمرها 10 سنوات، بتجوزوا بنتك؟ انت بتجوزوا بنتك او بتنطر انك بنتك تكبر تتعلم تكون ناضجة تكون مهيئة نفسيا وجسديا؟ اذا بالنسبة لي انا شخصيا، يعني انا ميني مع هذا القانون لا بالطول ولا بالعرض. اي قانون؟ كخطيفي انا قانون الخطيفي انا ميني معيده وميني معه. بس نحن وصلنا لهون، وصلنا لهون، صار تمت. نعم. يعني نحن بدنا حل سلمي حبي يرضي الطرفين. لا تقول لي انت انه مثلا نحن بنت اجت لعندي قلت انا بحماك يا عمي وانا جيت مشان ابنك وبدي اياه وبحبه. لو كان لو كانت هالطول مستحيل حدا بالعالم يقرب علي، ابدا ابدا ابدا. زواج القاصرات مدين، زواج القاصرات. نعم. ينتهك حقوق الطفل. نعم. نعم. زواج. نعم. القاصرات. انا معك. زواج. نعم. القاصرات عم بي يعني عم 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 بزوج طفله منا قادرة لا نفسيا ولا جسديا ولا معنويا ولا انها ناضجة انها تتجوز وتفتح طيب بيت. شو رأيك مثلا، لحظة اذا بتريد، نحن شو هالجريمة الكبيرة اللي ارتكبناها؟ يعني قاصرات تحت السن، في غيرنا بالعالم عم بيشرع الاطفال. اليوم اذا بدك تحكيني برا، في بنات، يعني في بنات عم بيموتوا من وراء زواج القاصرات. لانه نحن ضمن المنطق والمعقول. هذه انا بدي لك شغله يا عمي، البنت عم 11 سنه لم تبلغ بعد، البنت بتعرف شو يعني زواج؟ انت عم بتقول عم بسالك سؤال، 11 سنه بنت لم تبلغ بعد بتعرف شو يعني زواج؟ بس قل لي بتعرف شو يعني زواج؟ نعم بتعرف؟ نعم بتعرف. نعم ليش بتعرف؟ شو بتعرف؟ لانه انتم اللي بتعرفوه انا ما بعرفه. لا لك شغله، شو بتعرف عن الزواج؟ وسائل الاعلام اللي داخله على بيوت بكل بيت موجوده، ما خلت لا صغير ولا كبير الا من 5 سنين بيعرف كل شيء عن الزواج. بس هيدا شيء انت مقتنع فيه انه هيدا بيعطيك تبرير انه بنت قاصر تتزوج؟ سؤال. انا بيعطيني تبرير ضمن الشرع، انا بنتمي لشرع. محمود قل لي شغله، بنت قل لي بنت عمرها 11 سنه ما ما عمرها 11 سنه، عم بقول لك انثى كامله مكتمله، يعني كامله مكتمله 11 سنه. 11 سنه من 11 سنه 13 سنه ونص. انا اشتغلت ضمن المنطق، حمايتها، لانه هي قلت يا عمي اذا بتردني على اهلها انت ما حتشوف شيء ما بيرضيك. يعني كانت البنت بدها تقتل حالها، طيب انا بتحمل جريمه ثانيه فوق جريمه؟ لا، انا بضبها وبحكي بالصلح. انا خطبتها وزوجتها، زوجتها على سنه الله ورسوله، خطبه عاديه، تمام، زوجين. يعني بعد ما رضخوا الاهل لاسباب يعني اسباب تقاليد وعشائريه وبالمنطقه، طبعا يعني انت تعرف انه الاوادم والخيرين زي دخلوا انه زي افضالك اللي عندهم دم الحامي وما بيريدوا الاهانات للناس وكذا، بيتدخلوا على اساس نحلها حبيا، وصار في يعني توكيل من قبل بي وكل حدا يكون ولي امر عند الشيخ. في اكثر ما في طلع معهم مع الخيرين. نعم. طلع معهم انهم يا اخي اخره المطاف، معلش هي بنت غلطت، أقل المعدلات، احفظ له حقه الشرعي، بيقولوا له حق رقبته، وإذا بدك ما بتحكيه اتركها لأصحابه، مو بدك تحكيه. يعني هلا نحن وصلنا لهون، والولاد تعلقوا ببعض وبيحبوا بعض كثير، طيب شو بعمل لهم أنا؟ بخنقهم؟ ما فيني خنقهم، أخذوا بعضهم وبيحبوا بعضهم، أنا بدي أحطهم بعيونه وبنته بدي أحطها بعيونه، هلا بده يدعي لها، بده يشيل لها دعوي، بده يعمل اللي بده يعمل اللي بده اياه، فانا ما بتخلى عنها لها نهائيا، ليه؟ لانه هذه صورة ضمني انا وبحمايتها، وهيك انت وهي بعرضها. شكرا لك محمود، رح ارجع لفاطمة وايمن. اليوم فاطمة بعمر 11 سنة لازم تكوني بالمدرسة مع اصحابك، انت اليوم بالمنزل الزوجة، كيف بتقضي ايامك؟ انا بايامي هيك كثير مبسوطة. شو بتعملي؟ لاني مع زوجي. شو بتعملي؟ بقعد انا ولاد عمي وبشتغل انا وياهم، يعني بعمل انا وياهم، بشترك انا وياهم بكل شيء. ما بتحب ترجع على المدرسه؟ لا. اصحابك اللي بعمرك شو عم بيعملوا هلا؟ عم يتعلموا. بتحني تروحي معهم تلعبي معهم؟ لا، لان انا رح ضل مع زوجي. هي فضلت حياتها الزوجيه، بس من حق الطفل انه يلعب، انه يركض، انه يضحك، انه يكون ينشأ ببيئة سليمة، هيدا حق من حقوق للطفل. على كل حال اذا بتريد بدك تعترض؟
انا قلت لك هيدي شرعا تزوج. انا عندي دار الفتوى منتمي لإله، ما تيجي مثلا فيني فصل من عنده. يا محمود بيني وبينك هلا انت مقتنع؟ ايه طبعا. انت بنتك عمرها 11 سنه بتجوزها؟ طبعا. اذا كان قابل للزواج شرعا تتجوز. شو يعني قابل للزواج؟ يعني انثى طبيعيه لما بتبلغ بيكون جسمها نشيط، يعني شرعا منه حرام زواجه. إيه؟ بس الافضل انه الواحد يطول باله عليها. قلت لي ظروف جبرتك انك تجوزها صح؟ شو بدي اعمل؟ طيب انا متفق انا وابوها، فوقعنا بالفخ، انا وقعت وهو وقع. لو هالظروف ما كانت موجوده بتجرد، لو قادر انا اسلق البنت بنفس الليله، نفس الليله هي والصدى، كنت خليتها مغموضه وبيت اهلها تتعلم ورديتها لابوها تتعلم، قلت له هذه بيني وبينك، علم ليها سنتين ثلاثه بس، هي لها، هي لي انا مش لغيرها. تبي يعلمها تنضج تصير جاهزه؟ نعم نعم بتجوزها نعم. وانا انا قلت له بدي اخذها اطلعها بعرس. انا صراحه الحكي بيني وبينه بدي اطلعها بعرس. هيدا كلام منطقي، هيدا الاتفاق بيني وبينه، هيدا كلام منطقي. إيه انه نعم. تنطر انك تكبر، انها تكبر، هي تنطر انها تكبر وتتعلم وتصير راشده وتجوزها ويكون ابنك كمان كبر وصار متمكن، اذا ما غير رايهم لما يكبروا وينضجوا ويعرفوا الحياه اكثر ويختبروا الحياه اكثر. شكرا لك محمود، ومن هنا نعاود ونطلق صرخه لوقف هذه الجرائم المرتكبه بحق الطفوله. نناشد كل من يقوم بعقد زواج ان يتشدد ويرفض تزويج القاصرات، ونطلب التوصل الى قانون مدني موحد للاحوال الشخصيه. مطلوب وضع حد لهذه الظاهره الخطيره التي تنتشر اخيرا في لبنان.